أكيد هناك ظلم وقع بحق اليزيدي في زيادة المقاعد الكوتا، لأن اليزيديين لديهم قرار محكمة اتحادية بزيادة مقاعد الكوتا اليزيدية إلى أكثر من مقعد، وقرار الثاني لعام 2021 بزيادة مقعد واحد في دهوك، وقمنا بجمع أكثر من 101 توقيع من أعضاء المجلس النواب مختلف كتل السياسية بزيادة، ولكن لحد الآن لا توجد أي زيادة للمقاعد الكوتا اليزيدي. للأسف الشديد هنالك نهج ومنهج نتخوف بأنها استهداف اليزيدي بعدم زيادة مقاعدهم على رغم قرارات المحكمة الاتحادية لصالح اليزيدي. يعني برأيك قانون سانت ليبو الذي مرر الآن، هل كيف ترون المعارضة بشكل عام؟ أنا أعتقد قانون سانتياغو سيقصي الكتل الناشئة والمستقلون.